اللي أنا كتبت إلى وزير الدفاع، والله يرحمه أحمد حسن البكر، الرئيس أحمد حسن البكر، هو كان رئيس الجمهورية وزير الدفاع. قلت له سيادة الرئيس، إحنا 50 واحد، والبلد كانت أكو أمراض بيطرية هواية، وكان عندنا مرض صار طاعون الخيل، إجانا من ديالة نفقت الخيول في إيران وذبوها بديالة، وصار عندنا وصارت عندنا مشاكل مرض الجمرة الخبيثة الأنثراكس. فقلت له إحنا محتاجين بأنه هذول الأطباء البيطريين أن نأجلهم سنة يخدمون إلى أن تجي الوجبة القادمة، وهكذا حتى ممكن نعوض. الله يرحمه الرئيس بخط الأحمر وروانياها مدير التجنيد العام اللي أنا راجعته بباب المعظم، قال أول 10 يتأجلون سنتين، ثاني 10 يتأجلون سنة، وبقية الدفعة تلبس يسوقون للخدمة. فأنا تأجل السنتين. من تأجل السنتين أنا معيد بالكلية، السنتين راح تخلص، انفتحت دراسة الماجستير عندنا بالكلية، لكن أنا عندي بعثة. يعني الحق يقال أنه بال74 الدولة عرضت 5000 بعثة للطلاب العراقيين بأن يروحون لكل جامعات العالم، أمريكية وأوروبية وكندية أسترالية، يجيبون شهادة الدكتوراه. وكان حصة القطاع مالتنا، قطاع الزراعة والطب البيطري، حوالي 200 بعثة، يعني من توزعها يمكن يبقى عندك كم وحدة. فأنا كنت محصل واحدة من ذول البعثات، لكنه نتيجة كانت هناك معارك في شمال العراق، توقفوا الطلاب اللي يروحون الانبعاث، يتوقفوا فقط في يدرسون بالداخل. فأنا دخلت دراسة الماجستير بالداخل حتى أدرس أيضا علم الجراثيم. وبال75 بعد سنة توقفت الحرب بعد الاتفاق اللي صار ويا إيران في الجزائر، وانطلقت البعثات مرة أخرى، لكن أنا قررت أن أكمل الماجستير.